كانت مزيان الحمد لله، والصوت نضطر الديمقراطية وكل حيادية، وكان الفوز السي محمد بوطريقة اللي كان هنبقى بعد المناسبة، وكانت منه ليه الخير، وكانت منه يكون في فريق رجاء البيضاوي باش نزبين الأمام والشكر لله. شو أدس مستوى عالي كيف ديما الديمقراطية كانت سيدة الموقف، كنت أخب اليوم السي محمد بوطريقة كرئيس النادي، كنت منه لقد سعيد فهاد المسؤولية اللي هي صعيبة، مسؤولية ماشي سهلة. الرجاء اليوم عاش باساج جديد، كان العام هذا شعبنا هو هذاك المجموعة من الاعتبارات. نشكرو كذلك عزيز البدراوي اللي قدم واحد العمل الايجابيات ديالو والسلبيات ديالو. اليوم السي سعيد حسبان تا هو كنشكروه لانه تقدم تا هو بالترشيح ديالو، زعما البرنامج ديالو تا هو في المستوى بحالو بحال البرنامج ديال السي بودريقة. اليوم السي بودريقة رئيس ديالنا كاملين، حنا مستعدين اننا نقدموا له يد العون بحكم اننا رجاويين وكنبغيو الخير ديالنا للفرقة، وكنتمنى من القلب ديالي ان الرجاء ان شاء الله تاخذ سكة الالقاب وسكة الانتصارات ان شاء الله في هذه السنة اللي ماجية ان شاء الله، وتكون سنة زعما انطلاقة الانجازات واي حاجة زوينة اللي كيتمناها مع الجمهور الرجاوي. لا ستابيليتي وكل شيء ينوض يتعاون. دابا الرئيس اللي كاين هو سي محمد بوطريقة، كل شيء خصو ينوض يدي يكون يد وحدة، خصنا نساندوه وبركة من التطاحونات. جو بونس كو ميتنون تو الموند ابخي لا لوسون اي كوني بروفونديمون زعما اشنو خصو يدار، وكنظن لو بارتير ديال لي زاديرون كلشي واعي بان كل واحد فينا عنده دور. الجمهور مشكور باسكو هو السند الحقيقي ديالنا اللي خصو يبقى مساند، ما كيساندش هو محمد بوطريقة ولا كيساند لي زاديرون، كيساند الكيان لوغو ديال الرجاء، وان شاء الله هادشي هذا كله جو بونس كو اون اي سور اون بون فوا دو ستابيليتي pour asseoir les bases solides d'une équipe internationale. فاليوم اليوم اول حاجه كان عوز ديمقراطي كما قلت، انا بالنسبه لي كان عوز ديمقراطي، ولكن كرجاوي كمنخرط كمسؤول سابق كان صوره مقيته بالنسبه لي، صوره ما كتعجبنيش، صوره كتألمني، لان كل 7 شهور كل 9 شهور كنهبطوا رئيس، كنجيو نجمعوا باش نهبطوا رئيس ونديروا رئيس اخر، ماشي ما خصوش يبقى، هذه ماشي بدعه، ولكن هذا فرض واقع. كنبغي نشكر السي البدراوي على المجهود اللي عطى فوق طاقتك لا تلام، كنبغي نشكر الناس اللي كانوا معاه في اللائحه، كنبغي نشكر السي حسبان على الديمقراطيه ديالو، على الروح ديال زعما كانت روح رياضيه كما كنقولوا، كان زعما مصلحه الرجاء فوق الجميع. الناس اللي مع سعيد حسبان كنبقي نقدموا لهم التحيه، وكنقدموا التحيه والاحترام والتقدير، لان الكفاءات اللي كاين مع السي سعيد حسبان فهما كانوا طاقات وكانوا كفاءات، وهذا هو الضر. حنا اليوم مع السي محمد بوطريقة كان عندنا مشروع اللي فيه ارقام ماليه، فيه ارقام تسييريه واداريه وهيكليه، وفي ارقام اللي هي تقنيه. فاليوم انا كنقول جميع فعاليات الرجاويه هي مسؤوله باش يتنزل هذا البرنامج. انا اللي كنطلب من هذه المؤسسه اللي هي برلمان الرجاء انها تلعب الدور ديالها، لان هذا المشروع ماشي ديال بوطريقة، مشروع ديال نادي الرجاء الرياضي. كنطلب منهم يلعبوا الدور ديالهم في المراقبه ديال هذا المكتب المدير، وانا كنوعد الجمهور باننا غنشتعلوا كفريق عامل، كما كاينش السي محمد بوطريقة، كاين السي محمد بوطريقة رئيس، كاين اللائحه ديالو اللي غتكون معاه، كل واحد عنده المهمه ديالو. كنطلب هذا نداء، هذا نداء كرجاوي، وهذا اللوغو الشعار كيمثل ليا بعيدا على دغدغه المشاعر، كيمثل ليا شخصيا بزاف. كنشوفوا ناس ماتوا على هذا اللوغو، اللي جاي يتفرج اخ لي من الفصائل، اخت مؤخرا المشجعه، فهاد الناس راه كيفديوا هذه الفرقه برواحهم، هذا راه شناه. فكنطلب اليوم نادي الرجاء الرياضي محتاج الهدنه، محتاج الاستقرار الاداري، ما يمكنش كل 7 شهور 9 شهور نبدلوا رئيس. حنا غنديروا اللي في جهدنا، لان برنامج قابل للتنزيل معيه الاخوه في مؤسسات المنخرط، ولكن خاصنا الهدنه وخاصنا الاستقرار الجماهيري اللي كيدخلوا فيه الكل. اللي كنقول جماهيري، جماهير، جمعيات، الترات، منخرطين، رؤساء سابقين، مسؤولين حاليين، فكلنا خصنا نكونوا يد وحده، لان عندنا هدف واحد هو هذا اللوغو. هذا حرام يكون بحال هكا كل 7 شهور 9 شهور نجتمع عز ديمقراطيه، هبطنا رئيس، طلعنا رئيس. وكنقول باننا كان شعار ديال تصحيح المسار، تصحيح المسار هي جمله زعما بسيطه، ولكن راه الا حلناها راه كنهضروا على الماضي، كنهضروا على الحاضر، وكنهضروا على المستقبل، وكنتمنى الله يوفقنا ان شاء الله وديما راجع. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.